والشبهات السلوسان تخانيت صغوزان ماشي يقعروزن ناس وين كان انت تكيف يقعروزن واضح باش كمرة واضح طاسين شو غايمين غاه غدا ومات ايو ذاني قد تبعنا ابو شيمة قد صنظن شكان عليك قد سقسيد من تقصد صد تدخان هقاك من داكو مني غير جنيت ناهو بقاد والمشكل يرحميني فهمت يراح ابن خس استاذ دخان خاص يعفو غابي نشرين الدخان سوار خشوب وهاتني دي سلوسه باش تفهم من اي ثما انه قولني الدخان صداغور يعني من المثال في مدني وني الدخان اشو الدخان والزعر مشى فيه دخان غرفه فيها دخان واضح لكن شكت راحت المفهومينك راحت تبني الخاص منين قارو التراس عبيس العفو التراس كذا ها دخاخن دخاخن ماشي ابو الدخان لا ابو الدخاخن واحد اذا انتبه ورط النغني واضح وش كسن ذاي ونش سنخش اذا ما احتاجش انا كذاني تنزوق عنك المدهنات الزواق المدهنات ماشي قدين قدين راح يتصارع برا الزواق وبرا كدسه كدسه الزواق اني باش الانسان يظهر مؤدب محترم سني كسيت كسيت تاساس الكتاب السنه نهى الامر واضح ثومة اشراف انتبه مليح ماني غادي قد المغالطه واستنين المغالطه واستنين ندعو لهم ندعو لهم روخاشكم تجي تسري غا روخا سقساني خ المجوس خ الايران خ الروافض واش خاص ندعاني ندعو لهم بالهداية الناس لا ندعو لهم بالهداية ناس ندعو للهداية دائما الكافر المشرك الهندوس سوسيد شكس قاضي نش ندعو لهم بالهداية كأنه وش قعوة انت من النغنيش قاس انت في النتيشي جنت غاس المغالطة اني ذا لا خاص ندعو لهم فبما نشوريغ جيني السؤال نغاس لا دائما ندعو لهم بالهداية ما يمس عاوز كنا ندعو لهم بالهداية ما من تساكو متعاوز ذي ووار قاون نتعاوز قاضاس ندعو لهم بالهداية مجيت واسمانش نغ العكس المناني لكن شوري سقساناي واش ندعو الهداية لما جوس وكذا نعم ندعو لهم بالهداية واش كتسري دائما انه الدكتور فيل ذوما ذمسرم فارسنا ذوما ذمسرم ونغني ذيثما ذمسرمان تسري ذاس دائما تكرر اختيت سوري شك النيد ندعو لهم ومتش النصيحة يا ثاني تتش تابا شيما ياك سني ذا يسامحي غير النصيحة كيفاش تش ذيج النصيحة يا بو شيما ندعو لهم تسيق فين سعى ذروخ الناس نيوذان إلا دائما تدعى غاكي ولو ذو الكافر المشرك انت دعا كسن فما بالك جو ماك راح قلبي دعوة استدعي شا انتبه مليح رمي غاطا عضات نصحظ خزامين تقاض ثانيا المغالطة يثقيت وهو صراحة تينيث فعلا المعاوية غاس الأخطاء والصحابة ماشي معصومين هل شنين إن العكس ها مرمي سوفي شي جندانيتي إنك قص الصحابة معصومين نقشين ماشي معصومين تارا خاص نخيني خيني دي جمدن الأخطاء نقارس ماشي معصومين قان سنيت وانتني كذلك سننت إذا ماشي معصومين مخفي دي جمدني منيني فاش كمرمي غاتاس ذاتيني انه ماشي معصومين ثم صراحت النيد معاوية له اخطاء مزيان واني تنقرك ذاني تشك فيك ان هل شك مضطر وخباش انغتيني انه معاوية غاس الاخطاء وش يضطر نتيني معاوية غاس الاخطاء من يضطر كأنه تقول الصحابة غاس الاخطاء وش يسعى نغمانيني مش قيس عاني الدكتور فيل باش تسيورخ معاوية خلا اخطاءني باش تكاغ الحرب ني تكاغ وارني كلشي مش مضطر وني غاس انت جينيت ني غاس انا مضطر لست بطل مضطرا اخاك لست بطل ولكن شكوش يسعى نروخ تكسي ذربوق قر وسط السوق اتيني تلقى غاس الاخطاء ومعاويه غاس كذا وش يسعى نيمي ما هو السبب قارك لا ما كان عليك غاتيني شك معاويه غاس الاخطاء نشني واميد نذكر معاويه الاخطاء باش انا رخي نغني ايش كمين متقال مين متوي ذا وارني معاوية له اخطاء الشك مستعد روخة تحذتين معاوية غاس الاخطاء مين تعني الشك
من تعني سكتني ذقى معاوية عنده أخطاء ثم غاصن تذكار. هل أهل السنة والجماعة قناك جمانيني؟ هل أهل السنة والجماعة إنك ذكات من غاصن عيوب الصحابة؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم إنك دعوا لي أصحابي، دعوا لي أصحابي. فشكوى مواشي ضطر حد واثقيت بالدرس خشيش جنب باش اتفند الشبهات اني نس كذا. وش وين شكاتينيذ انه فعلا الصحابه ماشي معصومين ومعاويه عنده اخطاء وكذا وعنده خطا لهن ومي يقول من ميس وكتنان وكتنان راح جبدت ماني نشك. ومع ذلك نش ساور غداكس انتبه. ثني واش ما نظنش انه الحديث اللي قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اهديه واجعله من مهديين انه ثاني تيجي الحاج سبحانت اي معاويه ايه، ولكن ومذكر انك دكتور فيل انك ثاني تي ضد المعاويه ومن نغنشين الحديث قادني الحديث الرسول يدعى غي معاويه انك الدكتور فيل ثاني تي ضد المعاويه. الدليل انه معاويه ضعف متجي ويجي ذا سبحانه تفوق قاشي اللهم اهدي انك ما غواتني ابا بكر عمر وتقان قاري الدكتور فيل واضح حيدش المدانس المدانس تعفانين. اما قضيه من تذكار رخاش كذانيتي قضيات معاوية النقي ما انا اني قاعد كاخذنش ضني شك غير السلسلة ذاك تقريبا 3 6 سوايع كي معاوية كان عليك ما تجيغاك شي حاجة من الاداب اتيني دابا شي ما اجي النقطة والسيغ ما تذكاطيت كذا عاد غاداك السورد اكيني صافي ذكاطيت انتهى الامر راح تتحسن شكت راح تعاودت كل شيء من اني غنش من دابا 3 ايام 4 ايام ذكا خصنتيت 6 سوايع اطاح شك تعاودت معناه اني كل شيء كانه قبل ما تيري شني جنت يسارك شن الدار شن الشيخ واي 11 زي البدايه واي السين شي معناه اني قراسي الشيخ ني شكرا جزاك الله الى خص غاد كغجن الاضافه والسين قواسر شي كل شيء ما تسور داكس القضيه يا تسور داكس يقارك الشيخ نعم بين القضيه ايوا صافي سبحة خلاص اشك صراحه تكسي در وقت انك تبدي تشرح ان الرسول صلى الله عليه وسلم ومي قلنا لا اشبع بطنه وانه قول نقاذي جن الدعاء وقد ونذكاري في ذنكاري ذاك نديني غنيش غاس ندور ايوا صلنا سيدي. عن ابن عباس قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب قال فجاء فحطأني حطأة وقال اذهب وادعو إلى معاوية قال فجئت فقلت هو يأكل قال ثم قال لي اذهب فادعو لمعاوية قال فجئت فقلت له يأكل فقال لا أشبع الله بطنه البيان تبين. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضبه فلعنهما وسبهما أخزا ويتد ود الحديث نن يقزن فنقر الرسول صلى الله عليه وسلم وصصص عصبارت وين عريثن وسبيثن فلعنهما وسبهما شكعات ويد لا أشبع شنو ويد كتازي منين. فلما خرج قلت يا رسول الله من أصاب من الخير شيء ما أصابه هذان قال وما ذاك قالت قلت لعنتهما وسبيتهما قال أوما علمت ما اشترطت على ربي قلت اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. والحديث في صحيح مسلم زلمة ضيع عمر وقت هو تعدل الإنسان يجيج المجهود 6 سوايع انت يسورق نقطة واحدة معاوية اتاسد شك اتحظى تذكار من دنكار اسعاوز شك حسبنا الله ونعم الوكيل. والاتقى ناس قلة الادب وضياع للوقت ما عرفت مغني تسقسى بناد مني يجي الموضوع اني الناس كان شوات حضر شي زي البداية عافاك نيجي النقطة خص غاد ديفوغ النقطة يا ثانيتي تصب في نفس الكلام مين تعنا
القضية تعلق الدعاء نار الرسول صلى الله عليه وسلم خ معاوية أو خشيش جنت ما السور داكس يا أبا شيماء إنك هي السور اختي ذكرت كل شيء من هنا. السلام عليكم استمر أمير يستبقين واضح. ثانيا ثني ذا الرفق، الرفق بإخوانك، الرفق ذاني تي من عنا الرفق س الإخواني نو ذاني تي غي قد سنة قاروها غاي اثنين ونسي ورقي مانايا نشمر مثل زكاغ الفاسق أو السوارغ من قان ماشي أدنى ونسحق سن اثنين أو الزغة ثمن اثنين لا واني تي قانس التحذير الزغ الرفق زكي ثماغينا إنا خافي تنجمع عندني تي باش واطي حنشي ذني ضوضان كيمانيني أما شكت راح تغيمي ذني شغريني وني شغرين وشغر نسن كلشي أما نشلمو هما غينو برمي السوارق إني الفساق المجرمين عامين قان ماشي أن هو الزغ نثني نثمان نقان نثني صافي نثني قاروخا 14 سنة قاخاية كيسن الزوغين هادي دا سنت سناظن دا السنن انه بنادم مني خطير خدين نسخ المعتقدينس انه الغرفة خطيرة خدين المعتقدينس فلذلك تجرأ انت سسموني ومتح على الغرفة نشكوات النساء ولكن سسموني النات ونسيد التكستينس قد دكتور في الانتاير جذنيق الغرفة الناس سسموني معاوية مجرم قتال والتاريخ لا يرحم وتنان ان تسموني ما اشكو اضري حذاتين مين تخدم منايا مين تشم ذاني تمنايا مين ذات السوارم سوسي تشكافو شي ما غاس عاوز الدرسينس ثم غاسيني ذا الرفق الرفق ما تجي مني تدعو ذاك في درج دبارة ولكن ومي قلنا معاوية مجرم قتال اخذ ما كيس الرفق من النفاق وانيتي ها من النفاق والدي هاقا شكر وخا شك سخفين كو لا يتحمل مرمي داش تطفق تصبان خشامية فما بالك ونغني السور كي معاوية قاضاس الرفق اي رفقين هذا ايو ذا راح نسكني وذا نخجاف اذا حاد كثن كي الصحابة اي جمعي ثندني قاضاي الرفق قاما راكي غني وذا نوات فيه من شاء اسنت غير قاما نيني بسيط من دي السوارة قرفق نقيت نقيت هذه سنين عذانت اشرف سوسي تعذرت تعذرت بزاف الرفق النقاش غاي ذا 14 سنة قماشي نهار غيب ذي غاد في السقا واش عدي غذاني تي 10 سنين وقاني الفاسق لا يديك لا يخليك 10 سنين هذا هو مات 10 سنين ومن بعد 6 سنين خدني عادي نكا غنكسي صبانت نشان باش نحظ غي وذان وقرا غي وذان كالعلماء الدين قد دعوة الشبهة ما رفضها تسقى خاس وخاس ورشي ما رث بذاغة انتشا انصح صاحب الشبهة انس بد من تتقاذ ما را يوقي غادي بد حظا الزاكسي وذان ما را عادي استمرو ذان عاد تصنظان انك ذلي ذلي احقره اكذاك سواريك يقصحن يشد باش وذان اثفه من قماشي امر بسيط اذا ومات واضح والرفق اني ذين تويذ الرفق اني نسنيث واني ذا الموضوع النغني نحن غادي تجمعات السوار كل شي برمي كيتير الرفق برمي كيتير الترهيب برمي كيتير الشدة برمي كيتير الليونة برمي كيتير الترهيب كل حاجة غا سامخانينس واضح. اما شكثوي ذا نغدين الرفق الرفق ما غا الرفق وانيتي على الاطلاق ها فما رغا اذا نتين شتيني وذان وذا سنني غلي الفساق لي والو اكسي غزي ستاي وذاني عشري وذاني غاس نقاد الفساق ما اذا وفيدش كذاني تي الشدة ها ما اذا غريتش كالشدة يا ذاني تي ذا الرفق كاجير خا ذاني تي الشدة قان قيد ذاني تي اميا وان ويتي تزغانغ وان نهار كذاك السبوح نقا راس نقاينا ذا الفساق ها حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل موك تواق مي وذا نقص مثلا تسكم خجاف ها اقا ذايث مثلا وما غاش اني غاك قاض الكفار قاض راه ثني راه ذايث ماك انك كيتنا مصاوينك ايه شكاك يجن ميك اسيدي غي تزرجا غاك يجن ميك ذا سكايري وسنينك طاوينك امين غاز كاز ها اكي السي ورد وني غا سكايري نيو كادي توب
ولكن اسكاريني من يخدم يا الزوغا كي جار ممي كنغني كي تدجان. هذا الاشكال اثنين حنجاني جنتي تزجيش ذا سكاري واسكاري اني ماشي راح هذيسك هذي النفال. لا اي الزوغا كي ثوما صام مزيان وشكد الاب اذن اذا سي امي كني غنقران بعد ما نيني ذا زوزا تسكاد راح زوما غتسكاد لكن الجاي ذا الدار انك انت لا ادخل مغي ذا الدار قاد هذه الحريه وبال انه هما اني غنمزيان خلي نتيخس هذيك الجاميه غتقدر الرفق زعما الامثله تشمس انت دا انشي وان سينشي مانايا هذا الجديد. تفضل تفضل. واخا شيخ ابو شيماء لان بنادم تسمي ثم اشرف تسمي يافع فوس يين هذا التصنق تغطس ولد خاسنت واخا ينوى نخصبو اسم البلاد باش تسمى باش قوا شي قاش قدر منا يين ثم تفلكم باك ثم اشرف توري غاش المشكل تفضل فبع من تين هذا الجنة الشيخ ابو شيماء قمشي نهار يسي ولدي منا يين ثم رخوشن 4 ايموان 5 ايموان تاي تسمى دروس معاوية رضي الله عنه ثم أشرف يمكن شك نهاري كي نغطوط في ذي الغرفة ذني تسمى تسمى التصنقات يسيور ذي ست ثم أشرف وخش كي ذات نتي تسمى نجيش تسيور أما ثم كان غيرين الغرفة تسمى الشيخ أبو شيماء يسيور ذي سنت ذمانة يا وخش كما رغش النقطة توريد فزعما تخالف تسمانين شيخ ابو شيماء مرحبا تسمى تأثير النقاش ديري الأدلة ديري تسمى ذمان يخفنا الزو يكا شيخ ابو شيماء ذمان يخفنا الزو اما المحامي يظن ابعدته غي ثم تنصرق شذا يك تسمى تغيك اذا نظر فايضا تسمى تغيك المحاولة ديري المحامي ماشي صغانيني محامي الشيطان ياك وين جي حشان ولكن مرض اني حد يهزو ذيري ذي المحامي ذيري دفع مرحبا واه مرة تسمى حد ذني تذيري المحامي مرحبا مرحبا ثم واخا ثم اشرف شكاش الحق مرة تسير دي النقطة تسمى اش تسادو ميكروفون الزوغيش ادمين كي ذي الغرفة شو حرق شوية صراحة مرض حد تسمى غاس ادمين الغرفة يا هادي كيج واحد من تحت الغرفة ثم توحدون تواريخ شكاش ادمين مارو ولو المعاونة تف انصبع شوية انبلع الغرفة رجل رمس من رجل نسأل اشرف انزوى اسشغ الدارينو تفضل ثم اشرف إذا ديج نقطة من التواريد تسمى شيخ أبو شيماء تسمى يغرط ذايس واش كاش الحق ذايس تسمى التواريد تغاش الاجتهاد النش سل أدلة مرحبا ثم تأشرف يلا تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليشان صوت ليشان صوت سلامي أذين شان صوت أذين صوت ياك. شكرا شكرا بزاف ثم ثم أبو شيماء بارك الله فيك وأحسن الله إليك. نشتثبت النية أولا نية صالحة نية صحيحة والله أعلم بها هذا ابتداء. مرض زريت غمغة كيسن أنا لا يمكن أن أفارقهم لأنهم هم يبقون إخوة لنا في الدين هم يبقون إخوة لنا في الدين وأنا مضطر أن أخالطهم أختلف معهم في مسائل وأنا عندي منهجية شكت سندي يمكن من ثعقل زي 2007 نش منهجيتي أحترمها وأحاول أن أسير بالتي هي أحسن حتى نوضح لهم الأمور جليا.
ونشجعهم على البحث ونجلي لهم الأمور كما ينبغي تجليتها دون قدح ودون سب ودون انتقاص، لأن هذا تجربة ينفر ويعني الإنسان بأنه يتعنت. شنو نشقاش أمي ذهني كفيفين لا وهني شان ثم تبشي مع الأسف وني شفيه دخان، ولكن ثني ذي روسان دخان مبخرين ديني دخانات لأنه كسين دخان تكيف نساور دي الميكروفون دواني تيف هم غنسجل قصد النش على أي وني تمسألة أخرى نش ثم تسمونين سحقت يمش كتوذين بوجيد نغس ثم تسمونين رجاء شخصيتنا ورموزنا الإسلامية وبعض المواضيع الشائكة مثل هذا الموضوع الذي كثر فيه اللغط وتحدث فيه المناوئون عن مثالي الصحابة رسول الله عدوان عليهم وسخط معاوية رضي الله عنه نغص تريث وابحث. كلنا كانت لدينا إشكالات في قضايا كثيرة في الدين وحاولنا أن نبحث لسنين طويلة جدا، نبحث ونقارن ونشتري كتب ورسائل ونقرأ رسائل الماجستير ونستمع وننصت ونحضر المحاضرات وبعد ذلك نقيم. نشوجبون تخصص دي الشريعة الإسلامية ولا الدراسة الإسلامية، لكن الله عز وجل من علي ممشي من على كثير من الإخوة هنا في زمن التكنولوجيا والمعرفة وسرعة البحث في قدرات شخصية، قدرات شخصية نستطيع من خلالها أن نقارن مع بعض الإلمام في مسائل العقيدة ومسائل الشريعة والقواعد القواعد الأصولية تد المنهجيين نسمة أبو شيماء. فأنا أتمنى منك أن تكون رحيما ورفيقا بنا حتى ذي المدلاتنا، لا أقصد انتقاص منك ولا أقصد كذا، أنا أقصد نصح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه النصيحة، قل لي من يا رسول الله؟ قال لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأنا ربما لم أسمع من محاضراتك في الأيام السابقة، ولكن جمعت بعض النقاط التي سمعتها تكرر في الغرف الأخرى وحاولت أن أبينها هنا، وربما الأخوة يستمعون هنا وسأذكرها أيضا في الغرفة الأخرى، سأذكرها في نقاش مع ثومات الدكتور فيل أو ثومات سامي الغزالي أو ثومات سمير أو غيره من الإخوة سوشموني، سأذكر نفس النقاط وسنحاول أن نأخذ ونرد في النقاش وسأشجعهم على البحث وعلى التنقيح. وأنا غالي التجربة بأنه كثير من الناس يضنغ المسائل التي من بعد بالمحاورة بالمحاججة وبالأدلة وبالطرح العلمي السليم وبالمقال النقاش الهادئة حاول ما كان كثير منهم تراجع عن كثير من القضايا دون أن نسبهم وأن ننتقصهم، لأن هني الدكور مسألة شخصية، الدكور الإنسان ينتقم لشخصه وشي الدكور غسل عداوة كشيخ أبو شيماء. وتد المشكلة أنك تجعل لك خصوما في مسائل شخصية بينكم، تخلق خصوما في مسائل شخصية بمجرد بعض الألفاظ التي تتلفظ بها وبعض السلوك الذي تقوم به. وأنا لا أقصد أن أنتقص منك أمام تلامذتك، ولا أنا مع احترامتي لك التامة وأقول لك وأكررها، أنا أختلف معك في قضايا كثيرة جدا، ولكننا نتفق على جوهر الإسلام وأصول الإسلام ومبادئه وقيمه وعقيدته وكثير من مبادئه وقيمه. فالوضع المقصود زي المدخلين فقط، لا أقل ولا أكثر. إذن ربما كررت بعض المسائل التي كنت قد قلتها وأنا لم أسمع أنك قلتها وذكرتها، فحاولت أن أذكر بها بصيغتي وبطريقتي الخاصة، ليست عاليا عليك ولا محاولة أن أنتقص منك ولا أن أظهر مثالبك ولا عيوبك ولا شيء من هذا القبيل. فأرجو ألا تفهمني خطأ، يعني أرجو ألا تفهمني خطأ يا ثومة أبو شيماء، بارك الله فيك. ريه ديشن واحد مرات وفهم ذي استوى بذي، بارك الله فيك. يعني ذو المقصود فقط وثل المنهجية ينو ثومة أبو شيماء زي 2007 إن شاء ريج المنهجية طوالي تغريها كقديما ريج المنهجية، وكان البعض يحبذونها يقري مثلا أنا أقتنع بكلامك ولا أزكي نفسي، يقري من أنا أقتنع بكلامك ولم أقتنع بكلام زين الناس لأنه يعني يقول كلام شديد وكلام كذا، والآن أنت أقنعتني. فأنا اقتنعت بأن هذا المنهج هو منهج صحيح ومنهج سليم بالنسبة لي أنا، وأحاول أن أتماشى عليه وأن أنسجم معه. فالسيتم غرش كذي فهمت فقط يا أبا شيماء، السيتم غريت فهمت فقط. أنا عندما أرى الخطأ لا أصمت عن الخطأ، ولكن لي منهجية في
أن أصوب هذا الخطأ. ربما أصبر، ربما أتأمل، ربما أبحث، ربما أنقب، ربما أقارن، ربما أخلو بالإخوة في غرف خاصة، ربما أتحدث معهم، ربما أنصح علانية، ربما أنصح على الملأ وغيرها. واش قضيت حضرتك تشمونين؟ شني غاسي تشمونين؟ يا ثم تشمونين، بارك الله فيك. القضايا التي المسألة التي قلتها مسألة كبيرة جدا، وتحتاج إلى بحث وتنقيب ودراسة، وتحتاج إلى أمور كثيرة ليس بنا عشية وضحاها. تزداد قلة ديجن الشخص مثلا إنك بأنه معاوية رضي الله عنه مثلا كذا وكذا وكذا. وأنا لازلت على كلامي في قضية أن الصحابة يصيبون ويخطئون باعتقاد أن منهج أهل السنة والجماعة أنهم معصومون، ومعنى أنهم غير معصومين، ومعنى أنهم غير معصومين معنى أنهم يخطئون ويصيبون. وما العيب في هذا الكلام يا أبا شيماء؟ ما العيب في هذا الكلام؟ أنا أعتقد بأن معاوية أخطأ في خروجه على علي رضي الله عنه، وكان من الطائفة الباغية، لكنه كان طائفة مؤمنة، وكان قصده هو الانتصار لقتلة عثمان، وكان يطالب ب الدماء والقصاص قبل أن يستتب الأمر لعلي. وأخطأ أيضا في توريث الحكم ليزيد بن معاوية، وقد جرت علينا بعض الأمور، وهذا لا يخرج من دائرة الصحبة، لأن أعتقد في أن تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ردة على الأصح في التعريف كما قال ابن حجر، فخرج به عبد الله بن سعد بن أبي صرح الذي ارتد عن النصرانية وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، وشفع له عثمان بن عفان أخوه من الرضاعة، ثم رجع إلى حضرة الإسلام، وهذا الذي. وبالتالي هذه كلمة، وأرجو أن تعقب علي بما سمعته يا ثومة أبو شيماء بكل حلم بكل أدب. اتهمتني بقلة الأدب وأنا أنت في مقام والدي، ولن أرد عليك. سأقول لك أنا تقبلت منك النصيحة، وتقبلت منك ما قلتها في حقي، وأرجو أن أصوب أخطائي، وأرجو أنت أيضا أن تصوب أخطائك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله في الجميع. ولكن مشكلة قسينا، مشكلة تمسفهم ذاك غنورة تمسفهم ذاك السياسيين، اش حاتك من السياسة صعب، نقم بوليتيكا السياسة. لطيف لطيف، ربي السلامة. طيب اخذ ما زيد بديت عاود، انك سيدي انت يتفت سنية الصالحة هكا وليدي هكا يا يوار. هو ذا وراء أشرف قانتي وذا نقيل طلبات العلم أتو تفتشك سنية تصبحان إيه إن شنين من نيتي غانغ من ضمنيت شك نيتي غانغ شنين تصبحان ما تعفان نيت النغ نشين شك تفت سنية إن شين مزيد نوتف سيش كراد صالحة تفت خاس وكتنان صالحة وكتنان غير التوفيق ينزل خاك الوحمة. شنو هذا أكوس شكا سيدي ثني ذا نقطة في السنية الصالحة إن شنين من زيد نوزف السنية الصالحة من نية تعفات ما من زي اكشار حق ثني نقانا ستوما نقانا ستوما يوذان برمي غاثين الشكيقة وتفق السنية الصالحة ثني التهم زين غنشنين انه شنو غنعبو النية الصالحة واضح، والتهمة اني تيري باطلة واضح. ثانيا ايو ذاني غاس نشي حاجة نعقر وقاشي قا النيتين صالحة، لانه شنو غنعبو الغرض النيتين هو السين من غاك ذني وان السين شك بعد انك اصلا ماذا مسرم ماذا الكافر ماذا شيعي ماذا وان السين قاع من غاك ذني قورين. إذا من تعمل شنو تعملك الظاهر تعملك الأقوالين، أما ثني الصالحة غير الصالحة ثني بينك ونيش دي خرقن ماشي كيف نغنشنين ساعة ما من ميغان غثيني شقوت فوق ثنية صالحة صافي قاد عذرت زوقت فغاشي مزيد نوث نية فزيدة
انك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، انك الجندي قارس الزنقتي قارس لست بابن الزانية. قانيش ماشي ميس الزانية الزنقت، ربما يتعرق شي الجند ولا تفيد عمر بن الخطاب ويس بنيس. الناس ما غايا امير المؤمنين، الناس تمذي وذان الزينة، الناس لا ونغشي وذان طوان الزينة، نغنيش ماشي ميس الزينة. الناس واحد تني تني نيشان مرميت قاز شك ماشي ميس الزينة، ينغني مين عنان طوان الزينة قوى قارشي وذان الحاج حتى تبني العكس نس واضح. ارمي غاديني شكلنا ونشوف الفرق سنية، لا ثنوا تقاشي ثني زيادة انك نشينو غانغمين نشينو نخدم شيك. النية النية لا يعلمها الا الله، النية ماشي ذي جن حاجز قام تامية، لا نشنين تحكم في الظاهر خل الاقوال واضح. حاول توارد تنغني وهذا سنقاشي وذان قوت فقط سنية صالحة رمي غاتا فترتك بشن الخطأ، إنك تسيد إني خطأ واسقاشي قني ثينو صالحة حين خطأ خطأ. أما النية لأن النية لا تفيد شيئا، النية إنما ذاك مخالفة شرعية لا تساوي شيئا. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الناس مسيء الصلاة، الناس عد فصلي فإنك لم تصلي، عود فصلي فإنك لم تصلي. الناس دور دور تعاود الزجد قوى الزجد شا هل نية نسن صحابي إني رفاسد أنا قريت عياض نيك الزجد وعود يسي الشادي الزجد؟ ما لا، الرسول لا يحكم شي من غاز غورينس، يحكم خ الظاهر مخرية الزجد شا الصورة واضح. إذا حاور كلمة النية صالحة قنية ستة سبحان قورينس ذا شمر قورينس ذا باركان ثنين دامت ني وعن شين شين الإسلام أورينز ذا سبحان أورينز ذا شمرار غاسور ذا باركان غاس النية ذا سبحان وعن شين شين غان الظاهر الظاهر ذا شمرار ما ذا باركان صافي من غاس غورينز وني جارز دابي. نعم بينك تخالطهم تخالطهم باش تارد غوبريد ياك لكي تنصحهم. أسيدي ما عندي ما نسالك از قوميز نتخالطو في فيخس ندور نتغاو بريد ما شاء الله عليك. از قوميز ريخش تغيمي ذاكي سن زعما ما شاء الله بدران في الزفا بدران يا صاحبي قبر الى الى واسي ورنشق البخاري وقوم يسري من روخا لا روخا راه تقدم روخا قوضا وضنغاشو مكانوني ما شاء الله اخ المخالطينك فعريت نتغاو بريد. شكرا جزاك الله عنا خيرا وصل اسلوبينك ما شاء الله عليك. أما غزومات كلمات دخاخان ونقانا ستدليس شكث النيد وذاك يتعجب بور حار مرمي ثقال دخاخن واضح علاش جنتي تسجل قد ديساس ناك ودي كلمات دخاخن قشار حقتي نهار نيت ماشي نهارا حضار شواط حضار ناس نقامر ميقاق دخاخن او السيور خد دخان خي قاروثني قيت كيف السيور خد دخان شبهات واضح. وشكس نيد دخاخن مرمي ذا سنتقال دخاخن مرمي قاق دخاخن يعني سوارخ شبهات أمني ذاك شارح ونيد القصدينو ماشي من تخصصك نيد. ولكن روخا السورد قارو ها قارو ني ماش مرمي السورخ وقارو دخان ني غاك الدكتور في المرمي قيت البحث إطارح غال جوجل قرص نسروس ياخد جوجل بي دي اف يسروس هادي قارو ثناكيز قرص نذكر فغيش نتقارو درني دكاغي قارو ثنقل بحث. اما الدخاخن سمي غزاك الشبوات اما ومي سيمرخي قارو ثني تكيف الدخان وني اني غاك مرمي تاح هادي قل بحث قارن خصا قولني راح نادي قل بحث يجيب حتى نقل احاديث صحيحه ويجتهد ويساق سمعته قيم جرس انت سرز ديجو قارو يازم جوجل قريقه كيغل بحث واضح. اذا من تسري دروخة ان الفرق جار من يدور قارو وخذ قلب بحث الدكتور في البرمية عزمو كيتك واضح. اني غاسيش مبيش اني عمباس الدخان ثم القضية قد قغل البحث واضح. الدين نصيحة مزيان الدين نصيحة كم ران غدا سيدي الدين نصيحة الدين نصيحة ما معنى النصيحة لمن لله ما معنى لله ما معنى إلا واضح واضح غاك شيك ايوا اري شارحة نقاشي عاد وغانقشي
الدين نصيحة أو ينغد الحديث شارح نغد. تفضل. أشو مسرق الحديث إلي والدار يزجيف إلي أسمان من الحديثة أري سيدي شارح نغد الحديثة أتا غايث ما يقع فيه من دانيتي. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشان صوت الإخوان، نشان صوت أبو شيماء. نعم، علماء السنة لما شرح أمثال ابن رجب الحنبلي وغيره، لما شرح حديث الدين النصيحة، قل لمن يا رسول الله؟ قلنا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما بالنسبة للنصيحة لله عز وجل والنصح لله عز وجل، فالمقصود به هو الوقوف عند حدود الله عز وجل، وامتثال أمره، واجتناب نهيه، وحفظ ما أمر الله عز وجل به. هذه نصيحة لله عز وجل، وهذا هو المقصود بالنصح. النصح هو الإخلاص لله عز وجل باتباع ما أمر واجتناب ما نهى عنه، يعني الامتثال بالعبودية التامة لله عز وجل. أما بالنسبة للأئمة المسلمين فهم ولاة الأمور، أن تنصح لهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أئمة المسلمين، فتجب لهم النصيحة، كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. طبعا أن تنصح لأئمة المسلمين وعامتهم، فنحن من العوام، نحن الآن هنا من العوام، ونحن ننصح بعضنا ببعض ببعض، ولا خير في قوم لا يتناصحون، فنحن ننصح هنا بعض ببعض. أما المسألة التي أريد أن أنبه عليها، فثومة أبو شيماء أو ثومة سي عبد الكريم أزناقي، فأنك تغوص في المقاصد والنيات أحيانا، وهذا في الحقيقة غير جيد، التغوص في المقاصد والنيات. فإنما عندما قلت أنا ناصح أمين، حاولت أن أتحدث بصراحة وبكل جرأة وبكل تواضع، ولكنك تنقب في المقاصد والنيات. والأصل عندنا في الدين حسن الظن بالمسلم، لأن المسلم الأصل فيه حسن الظن، فكان من الأولى أن تحسن الظن به، حتى ولو أنك زري زي مثلا تغيماغاكيسن وأخالطهم، أنا أخالطهم، فالذي يخالط الناس ولا يصبر على أذائهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذائهم، وأنا في الحقيقة لا يؤذوني، وإن أذوا عقيدتي مثلا أو أحسست بأنهم يؤذون عقيدتي، فأنا أعتقد أنهم مسلمون وأنهم مجتهدون في بعض المسائل، وتؤثر ببعض المقولات وبعض المقالات وبعض الأمور التي أوردها كثير من المخالفين اليوم في هذا الزمن، وتبنوها وبدأوا يدافعون عنها. وهذا مسألة طبيعية في هذا العصر الذي نعيشه. ثمة أبو شيماء، عصر العولمة وعصر الانفتاح الثقافي وعصر هذا الانفتاح المعلوماتي والمعرفي وسرعة البحث، فهذا أمر وارد، وبالتالي لا بد لنا من منهجية للتعامل مع الآخر. هناك رسائل دكتوراه، شنو الدكتوراه غاسغة الدكتور حسان حفظه الله، منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الآخر، كيف نتعامل مع الآخر، كيف نتعامل مع المخالفين. صحيح أن هذه المواقف أديسينيل، أن الرفق ليس قاعدة كلية وإنما هناك استثناءات في الشدة، هذا معروف، وأن الله عز وجل يقول يا أيها النبي جاهد المنافقين واغلظ عليهم، ولكن لا يمكن أن نقيس ثومة أبو شيماء المنافقين الأصليين المنافقين العقديين على إخواننا في الملة والدين، وهم إخوة فيهم كثير من الخير. نشخ ميكيس نسور سلين ذا الحكمة تسريغ نسور نسور نسندي بعض اللحظات التي يعترفون بها بأنهم قد يكونوا مقصرون في بعض الجوانب، وأنهم قد يعاندون في بعض الجوانب، لأنك مثلا تنبزهم بألقاب وتسبهم وتقول لهم زنادقة وكذا، فهم يتعنتون، ولكنهم في الأصل هم خلاف ذلك ثومة أبو شيماء. فلذلك من هذا المنبر أدعوك للتقارب، أدعوك أن نضع معهم قنوات ارتكاز. أزغمين تريد ثم تمشي ما سمحي قال التليفون عن النظر شوية ضعيف. أود أقلات الأب، أود ميك أقلات الأب.
اسكو شغل الميكا ثم تبشيما سجل الميكروفون بشيما. اوكي سامحي لان غادي النظر شويه ضعيف وكيرشا لي لونيت وشغل التليفون. تفضل ثم بشيما. هاد ميكرو قلة الأدب أويد، اش ماشي ضربنا هذا يا خصنا شكي خصنا واش يصبرن هتبوسات داخل أبو جيمة هاد سد حيث هذا الرأس يوش اس ميكرو يشرح النصيحة يتفيت راح يشارحيت هاد سد حيث عاد سوار تقض النصيحة ذي وذا ما عاش ناخذ ورد غار ميكرو هذا يتشارح نجاك شارحيت النصيحة كمرض نصيحة ني غاكر فوق أبو جيمة اش كي ماك تصنط حتى ميتكمر تسوشي ذي دربوق كسي غربوق اني راك النصيحة اني ني ذيوك شارحة اني راك غاك غربوق شارحة النصيحة هذا شارح النصيحة وين راح تشوق العوز قاد يدبرني ذي الأدب او اني قناصة السود دبرت الله يدينا ويديكم يا قلة الأدب هذا الرسوشي ذا زربوق شك عاد واذ كمر شي النقاط يدي الساس بنتا نلقى النقطة النصيحة يزار دني النقطة نوني غاسي غاك شارحة النصيحة ني يشارح النصيحة ثم يشوق يراح واسني ما تبدغ ما تبدغ إذ ورد عاود ديهات وتفذق القلوب يوذان واتسلحيم أقا نسواني تداوى فغايا ذا ما تنشوف شي غاك ربوقة ذي شارحة النصيحة وكني شي قانش كمر غباشة تقيمش كذنة تفضلني راجع الناس السيد غادي يفهم هذه السلحة لا والو لا 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 يراعي جبدت النقاط نوني بدي تاريخ النقاط نش النقاط نوني دي مزورة عاد واسن تكمره اني غازاك شارح يد النصيحة يشارح النصيحة يندوشتني شارح ديشتن انك وبالك روخ عاودة تشقفق عاودة تساسخ ذي نغني عاود اريشك عاودة ابو شيمة الله يهدينا ويهديكم الله يهدينا ويهديكم والله ما تسحي والله ما تسحي والله ما تسحي مني غاصة ذي الصبا واسقا غوالو لعلا وعسى غادي نسامحي قشار راك النصيحة ذي ورغار بوقينك حوالو يرو عاود يتشرح بنو راجب او الاداب ذيها محمد حسين بيه كمر غشا كثير ندي مزور حتى بيد راح شكا ذي النوني انك راجع ذي قغر مناظة ما غا تحتاج يذير مناظة ايما نني ذا ومات هذا الرزي وشاك زير وقتين زيد توقيتين زقر وقتين باش يكناك شارح حيد النصيحة اني شارح النصيحة الرأس ربوق ابن ذب والأدب انا الأدب غاد تعرش كخش كيخسك تصبط من دو جديد انا الأدب غاد ينتقم ارى عرشت اقيم قيمتها سند 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 قاش كي تعجبك ربوق واني ام جي غاك شل الأدب بعد انا كتبت النيدس عاد يقارك انك ذو هذا الاسلوب هنا ما هو هذا الاسلوب هو تفضل ربوق بنادم يوشك الشرح ذي جنت كلمات راح تفضل تاسق ذا زني خربوق انقاذ الأدب انك حاور غافي هاي بعد ندور على النقطة النصيحة ايه وذا نوا تسلحي نصاحبي والله ما تسلح الرسول شي ذا سربوق اكدي شارح يجن الكلمة ينسينا تني ذا شارح باش تبنيغ باش وقعش الخطأ انك انت غاو دربوق اني تركك كي تسن يكسير بوقي وزك غادا الداد يعوح زك يجين جداني تتراجع من تجي غاي قيمة كيثي نيثي مزقورة الحان وياهي تثين نغني انك ازيد انت الاسلوب ينس العادة دي وذان ايدي وذورن غاو بريد باش العادة دي نش غاي ذاني تي العادة دي فونزي الدنيا الله يدينا ويدينا الله يدينا ويديكم من الأدب يخاكم طيب الدين نصيحة هذا الرس الناس ما تفهم الدين نصيحة شرحنا يا سقانا قربوك قلة الأدب طيب الدين نصيحة ايش يشارح شي واس يشارح الدين نصيحة لله ما معنى لله واش تنصح لأنه النصيحة ما معنى وهو الإخلاص النصيحة وهو الإخلاص نصح الذهب وهو ديري خالص جمانيني عاس العلاقة أقل الإخلاص فالنصيحة لله وهو النصيحة لله في طاعته وعدم معصيته أن تخلص العبادة لله واضح ولكتابه آية تلتزم ذي الكتاب النعبي إنما كذي تغيما لا يلتزمون بكتاب الله
كان عليهما اثنين ناصحين اثنين، بما انه ذي سلمان كان غادي هو غاك الناصحاني نقطة نقطة، نصيحة لله اخ سيدي ذي سلمان يطيعون الله كذا، ماني غاسن المشكل، غاسن المشكل تمخاوضن الكتاب السنة والقرآن هاي كل وحي كان كسني قيمة سني شارح من قان ذني قماشي مليح عطني نصح قيمانيني اي هاتا اي تغيماد اني غاك الدكتور فيل تعزان تغماس كت سياد فونت سني متفكين سنين سنين متغم الدكتور فيل عما زال فونت سني مخالفين دكتور فيل يتاري قارس برافو يتاري نتاعو ذي قارس برافو برافو سنين سنين يجي شارق يجي غار. النصيحة لكتاب الله وهو تلتزم الكتاب نعبي فتخزاز من ديكس، اما اني انك السنة ليست بوحي، والسنة تعرض على العقل فإن قبلها العقل فبها وإن رفضها العقل فارمي بها بعرض الحائط ولو كانت في صحيح البخاري ومسلم. أكمني غاث مصحف أمني ذي الدهن مذني عباد الله أمني ذي انتقم ذني المدهانات تذ النصيحة تذ الإخلاص وقناص الإخلاص لقناص التمييع والمدهانة. ثم عاد لأئمة ما يمي فاق الحديث جاي الأئمة العامة، إنك العامة النصيحة مش فيشكر والأئمة النصيحة فيشكر واضح. أرجق هذه النقاط بزاف حاول تختصر إن شاء الله، إنك سأذكرها في الغرفة الأخرى سيذكرها، ما معنى سيذكرها في المستقبل؟ إيوا الغرفة نغني قصاصم سعماني هذه راح اثنين به معاوية غاسن الغلط ييه الغرفة نغني الغرفة نغني غاسن الغلط قي معاوية ييه الغرفة يا من غانغن شنين الغرفة يا غانغ تصحيح انه معاوية رضي الله عنه. إيوا تفرح غا الغرفة ني يسدان غين صح ذانتي معاوية يسدان ينصح قيب غرفة ما نتفق أنه معاوية من صحابة الله رضي الله عنهم ولا يجوز تجبذاذ ولا تنبشط أخطأ أنسن والغرفة نغني لازم ماني غاثيري شكروها ما غانغثيري دا ما تريديا ما يمي سأذكرها ما يمي تعمد دانتي غابو شايمات سوار دسخ معاوية أنه معاوية رضي الله عنه ولا يجوز أن ننتقص من كذا وكذا ثم قضي سأذكرها له من تراجيد شكسو سيدان تذكى ذين شنين قال شنين قذاني قان تذكى يوذان قال الناس نغاهم منين راحي ناس انتين ثنين ها غاك منهجية قواغد غال منهجية النعاذ قواغد غاس عاذ قواغد غال منهجية النعاذ تزاد المنهجية أزريقت المنهجية أطفض ربوق ساس قد خاس فعرسي سعدي يقدر ربوق باش أتيني الكلمة خيش الحاجز لأن ما ذي المنهجية شي ألا بزو في شي جند زاد كني قيدة شي جند يحضرني إنك سأذكرها لهم ها سيذكرها في المستقبل نتني الغرفة تعظم باب الغرفة يقلنا المانا إنا قدان التكست اني ماني ما جا التكست اني راجعكم تساسغ التكست اني عاود ماني جا التكست اني ما قذاني ما نضخ التكست اني ما جيش نضغاكم التكست اني نسوسموني التكست نسوسموني باب الغرفة قلنا المجرم في عوطة راح اثناقش ديها اسينا راح يدازو سموني هكذا 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 اذي بيني وذا لانه اني نتقي العامة وذني العددي وذا نغاصن الفكرة اني اذي راح اذي دافع ذي اذي نسقنع يساد غابو شايمة يقيمة كيزانيتي اتعوذ مني ان غابو شايمة ثم يقارك سأذكرها لهم اي يلي سأذكرها لهم. انك شوف 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 التزكية شوف إنك كثيرا رجعوا بأسلوبي باك يا وليدي باك يا وليدي يقاركم يعني غاسي المنهج انتظى سبحان وكثير من الناس رجعوا بأسلوبي
عجيب. إينا ذاني تراك الغرفة مش حاريد يدورن، إينا مش حاريد تاريد داك الغرفة أجي البالتولك في الأسلوب ني إينا يدي الجنت ويجي يسموها إيرا نسني في الفغابر تاريد تشكس الأسلوبينك إينا يدي الجنت عافاك والو شي يسمى ميا يعجبس الأسلوب ني دورت ها مشى ما مش فيه اثني ذا سيدي اثني كثيرا رجعوا باسلوبي رجع قرا قد كمر الخاز زانيتي انك رجعوا باسلوبي وانك ذني جنت الناس ما شاء الله يعجباي الاسلوبينك اوه هاي 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 ما انا اني قانت زانيتي غا اذومات ها انك ذني جنت اني ما شاء الله يعجباي الاسلوب انك سقن عذيس الاسلوب اني يي افو شي ما تعياك سندفول على عياك اتمون اندني تتعجباس الاسلوب ذا عفان هو سوني غاس تمون اندني تياك تعظمش كل غرفة الاسلوب اني شاد قغذا الاسلوب اني انا غزاماني غراحني وذاني بوالينا على حسب كني وغاكمي وذاني ذي بوالين ياك ها وغاس نفور عقر انك سيدي الاسلوبين ذورن بزاف يوذان زين انك جنتي صنفين ما شاء الله الاسلوب وخليش ان انا صاحبي مش يغان مرك انا غنصور من بس مش حدا يقال ما شاء الله الاسلوبين والعداد ايوا كيف ما غنقرو خاشك روخاشك غاكي وذان غاك المنهجيه ذني الدليل غاكي وذان انك الاسلوب ما شاء الله ونجني جني وذان انا الاسلوب ما شاء الله ايوا ما غنقرو خا ها هاك يا وليدي يا مازيخ هاك يا وليدي هذه كمر عازي راه غايش دوري قنغنو الثمانية تنداغ لاني تنس كيسرو ساد دني سعبو بوز دني وين طاري دني واه كثيرا رجعوا بأسلوبي غير ورا غير ورا محتاش معليش راه يجوز كن طريق الناري انك انك تجعل امر شخصي شوف انك انك تقد القضية تقد شخصية يعني تعادي الشخصي امر شخصي هذا هو ما تقول امر شخصي امر شخصي يعني ما ران السوار ذانيتي مثلا خمعاوية يجنتي جم خمعاوية واضح ويقسير حرنش يقسير حر بزاف وهجم خاس واني يعني قناص جعلتها امر شخصي ابو الهندسات يجنت يساد ان يقى معاوية ذي المجرم قتال وهجم خاس يا سمي من تقاسك الفازق الزندق معاوية كذا جا حي واني قناص الامر شخصي واني قناص واني تيغال غير اخ الدينينس الامر الشخصي طعان تخصن عاشين الدنيا غا الاسلوب الامر الشخصي وهو مرمي تعيا بيريكولا خ الدنيا اما جي مرمي تعيا خ الدين امرمي خا تعيا خ الدنيا جنتي جا حاك جا حاك الصحابة جا حاك مغاري النبي صلى الله عليه وسلم جا حاك الائمة او اني تهجمت خاس نعم شخصي ذي الاسلام وني واسقاشي جعلت امرا شخصيا ثم انك شوف شوفي وورثيني انك هذا هذه هذا منهجي واقتنع باقتنع ها انك تقتنع خص المنهجينس خي نمشي المنهجين ولا روخ خص تبع المنهجين ما خصيتيني ما مارش تقتنع خص المنهجين وخالش تقتنع خص المنهجينو ها من الدقه وور من الدقه التصريف هذا منهجي واقتنع بمنهجي واسلوبي وخليش اقتنع عقص المنهجين والاسلوبين ها وروح اقصد نقر ميزان الميزان الشرعي
سبحان الله شو فهم غازها الرسي قارك وذ المنهج وانا اقتنع به وانا ونشد دائما اقيق المنهج هذا قديم وذني جنت اني معجب هاي المنهج وخليش انني قيعجب هاي المنهج ها انا يعجبان غني غاسم غن انا كوي غاك والمداهنة انيشان ديريكت ديريكت شك يعجبان غاك المداهنة السير السير الشغرين تعاودوني وهذا منهجي انك نشوها جمغ شيخ من المهنجي وهذا جمغ شيخ المنهجي نو شكي سبع تقاضي الله قسمية قسمية السورة كسنامية قسم النصيحة غامية قام شيخ مني قاوي وإذا ناقر نزل الإسلام ها ما جبت سوى من منهجنا ثم عاود ورد عاود خزاث خزاث هذا الراس ني غاس قشكو غاك بالضروره باش تينيد بانه الصحابه ارتكبوا الاخطاء كمسلم بالمنهج الصحيح وغاك برحق الحديث من الرسول انك دعوا لي اصحابي الجاي بدكرين وصاحبي ما تفهم الحديث ما تفهم الجا إذ ورد عاوذ ذياري إنك أين العيب مرنيغ الصحابة ماشي معصومين ما غاتو في شيش أنت إنك معصومين ثم إنك أين المشكل مرنيغ معاوية يخضى ذيا ما غا الصحابة جب عند الخطأ إني غا مني وها من ماذا كي قال رسول صلى الله عليه وسلم الجم دكارين والجيثن الجيثن الجيت نشك ماشي مقيد باش تعاد جبد ذات ينيد معاوية غاص الأخطاء مين تعني شك مين تعني ذا أنا كيرا أنا كيرا شك تعاد جبد ذات الأخطاء المعاوية عنده الأخطاء عم جي غارش العالم ربانين الصحابة جارس الوخة إيشك إنك أين العيب في ذلك كله عيب كل عيب من مغاد يسجو بيدق ذن قارو قار فين وثمنتاش أكيني معاوية أخطأ في هذا ويني بعدانك من ميغاتا في زياقة كرحار وهجم تخاك اهل الشبهات وقناك معاوية كذا ورخدني عادة السيورة التي قال العلماء شرح القضية اني الخطأ ان عليها قات الخطأ ان معاوية هكاث امو كذي ظنك ان شنيني ظنات انك بن تمية كذلك معاوية غاس الحق رخواني تخزى انك غير حق رقصك معاويه نشنين ذكات ظنات الاقوال ابن تيميه انك خليت معاويه الى غاسر حق نس ولكن الحق عالي اكثر من حق معاويه وزياده وغاك ورحقاتي تجبد شكو غاك ورحق شكو غاك ورحق الا ما رزتك شن النقاش نجي دالك شي جد عاد غادي تجبد اما تزغى الغرفه ثلاث اربع ايام من اثنين السوار نكبانين باش دار الشبهات التاسس كتكسي ربوقتين المعاويه ماشي معصومين ولا هو اخطا خسئتم والله لا خسئتم خسئتم وخسرتم اين العيب العيب غير من ميغاس حس خشك ابي ذاق نريوما غادي ساخيني معاويه له اخطا غاث نكفى غاث النذر عبء كاجي السوار داخل الانسان عادي ها السوار داخل الانسان يا ذا خصابي رضي الله عنهم السوار خاصيد كاري الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي سيسمينس ولكن اوجبت من اهل الجنه من المبشرين بالجنه التسز شكايا كوكو حقر وقتا 2018 اذيتني معاويه له اخطا واخطا لهن وخلف لهن يتعني شك تسحير وما قال اين العيب في ذلك كله عيب احنا نواد كذا لا ما رايزي يا خاكر حار اضطر ضمانا ان ذاك السورات ونعم اما شنين وذا نكمل نصفان ثوريتك غارب وقطع هذا تسجع العادي نغني له اخطا وانه ماشي معصومين ما غير انك حج ماشي معصومين انك شي جنداني انت معصومين ومتقاذر انت انه صعب معصومين ومتقاذر انك انا اؤمن ان الصحابه ليسوا معصومين غير فضيح سواور انا اؤمن ان الصحابة ليسوا مؤمنين نفس الشيء نواري جنيد نيين التصبحان كيف كيف راح تعاود نفس الشيء انا اؤمن ان الصحابة ليسوا معصومين ينشني من زين تامن ها تعري ذا نغذى ذي شيعي ما ان عالي معصوم انا اؤمن يتهمي الشي الجد انك قد قال الصحابه ماشي قال الصحابه معصومين
مريت ماشي جنت نقاشك. قال الصحابة معصومين الناس؟ لا، أنا أؤمن أن الصحابة غير معصومين. أبي عادني يوسف شي جنت إنك أنت تؤمن أن الصحابة لا يخطئون؟ أرخص الناس، لا الصحابة يخطئون أمية يعني تعرض خاص. استغفر الله العظيم. إنك تدخل في النوايا، إنك تتفذ النوايا وذن مش عاد روخي الشهر حق دي غاز قرني يثنك شو غايدك سبو الغرض روح عادي انك قنش وتفقت سني التصبحات اللي غاسب وش ما يسوار خضاير خمين تقاض واتي تفق شي قني ثينك قني ثينك بيني وبين كاب انك شك تاسد قناوي ذني شي جنتي زما غادي في قنيس جي جنت غاسر عقر غادي في قنيس شك تاسد قناوي ثني ذن غنو الفساق نني ثنسن تصبحا شك نني ثنسن تصبحا زريت تسد قورشك شين قارس قاولني ذا الغلط اني قي قان قان نيس بنادم التصبحان قاول روز هشمرار وني باطل باطل باطل. شوف عاودي الشوبة غادي يدي السجدة انك ذني الحديث يقار الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من الذي يهاجرهم. شوف الشوبة شوف الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم مزيان انشنين ذاني تين صباح الاذان يغوان صباح شيخ الاذان سن ها سنماني غاز الحديث هو ما والحديث ويقارك الجند المؤمن يراح غار غابث ذي عبد ربي لانه وزما ذي صباحك المجتمعين يوشا غير خريشن جبلشن الغار راح هذي عبد ربي ذني سافي القيم ذين ما يمي وذا كذا وداي انك قصحن خافي ذي خاوضن الايماني نوها انك الرسول الله ذين ذيني غاث متاحن ذي الايمانين اما ذي واحد قر غابث يسير تقذ الايمان اي سير تقذ غض البصر قد زار الغاز جور ذي غزران وقك باني الايمان وداي اتقد غض البصر اش اذان اتقد النصيحة اتقد الامر بالمعروف والنهي ما غاد ذري ذا بو شيء ما يهاجا ها وعلى عكس قناصة بو شيء ما وسمو ذا سنيك جاي صباغ كي سندانيتي اعدان العدد نشيوخ حرن وابو شيء ما عذا قد تسيد شكا توجد النصيحة انه ذهاجا يعني ذهاجا ذاك ساك كي سنتفق ذيك الغرفة ياك كي سنقيم غذني ها يمين غاك قرص الاحاديث نغني قارك واتغيمي شاك المبتدية من غاك قرص الاحاديث النغني ذاك يقرا غوات غيمي شي غاك المبتدع ها متجي وارو في غاي سما فاوين وتزن دني حتى يخصن من غادي ينكر ذنيش ها غاك من ميك يا وراك راه غا العاير تبعد باش تتصفق متجي واحد يوزي فمك غادي ينطاح شاك لا واش كزري خش تغيمي ذاك يسن دني تقصى ذاك يسن ما عندي تختلف ذاك يسن شكني ما عندها من دي تختلف شكاك يسن دني ما نايزينو في انه زاري تنخشم كان نغني تغري قوان تسري جوان زار شيما انك تدخل في النوايا الذي يخالط الناس الذي يخالط الناس هو ابو شيما اقايا كي سندانيتي يخالط الناس ويصبر على اذاهم يجد يريد يظن دانيتي القاس اني قاز من دنيج الغرفة ما سنقر عنك جدارة اني ما راح سنبلع الغرفة اني نغاز مارت وسمى مانيني اتحدث غلب الغرفة من اجل الدين هذا نقيت اما برشت بالعز من اجل غير جيثة ذي عزم غير جيثة ذي سب سوسيت شك ذي سوشيت النصيحة من يخالط الناس ويصبر على اذاهم ما غاثوا في ذابو شي ما يسير شدي الشتكاياك انك قد عندك قرع عن الجدارة ها قام جا قايلنا كذا كيما قايلنا طينا يجنت يتفوخ لك يتفو عليك ولا على اللي ولدك في ذا بو شي ما يسال دي الشتكا يخمن عني ها ناخذو في ذا بو شي ما يسال دي قاري قالنا نقل الدين كذا قالنا نقل الحديث كذا قالنا نقل الايه كذا قالنا نقل الصحابه كذا قالنا نقل البخاري كذا وزيد شي كيتوش النصيحه يصبر على الناس السير من تقاب خليه السوار مو السير من تقاب تقنص النصيحه ثا قنص البوتاني سقال شي النصيحه تفضل.
السلام عليكم. طارق يويان داري درم فتح الشيخ ابو شيم قلنا غزد درم فتح الكاريج وين تيجاني قصداني تاني تيجاني اكشن سؤالني وهاد تيجاني هو السنين داري درم فتح يويا راه الشيخ ابو شيم يمكن تواصل الشيخ يلا اشرف قصدا اكشن وسقسيموني تا اشرفني ما قصداني واسي اشرف قعدت الكاميرا الحوار نشك الشيخ ابو شيمه ما قصدا واحد يلا قاعد غاميك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديشان صوت الاخوان الله المهم شكرا ثم ابو شيمه متخلنش هو في الحقيقة لن اطيل كثيرا حتى لا يصير جدلا بيزنطيا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم بيت في رابط الجنة لمن ترك الجدل أو لمن ترك الجدال ولو كان محقا أنا الذي أثار استغرابي أننا خرجنا من المسائل العلمية الدقيقة التي كنا نناقشها ولم تثبت لي ولو مرة واحدة أنني خالفت اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة عقدية أو أصل من أصولهم أو مبادئهم أو من بنودهم في جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة وتوقفت عند أمور شكلية تعتقد بشخصيتي وانتقلت إلى الشخصيين وبدأت تشرح وتملح وتغوص في المقاصد والنيات ولم تحضر يعني حتى بالنسبة للقاضي وحسن تاريخة أنا أحاضرهم بمنهجيتي الخاصة وأقولها لك لن أجاملك ولن أداهنك أنا أحاضرهم وأسير معهم بمنهجيتي الخاصة وسسموني انسحقت وشوشت غشدنين وسجلت أنا وزلت مني فهذا شأنك وهذا يتعلق بك أنت فأنا انسحقت وإني غسكيت وكيت 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 من الأمور وقد كف عن ذلك ولم يعد يكتب مؤخرا مثل تلك الكلمات فأنا لن أطيل كثيرا لأنك تنزعج من كلامي على ما يبدو لن أطيل كثيرا وسأقول المهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لم تستحي فاصنع ما شئت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا زاد وقد سوارز مليح أخذ بود الحديد سبحان ترك الجدال ولو يرى أنه الحق فلذلك خليني سبدي غذانتي وكي كان نوعاد تفضل غيره لا غيره ذن شنو شنغني السلام عليكم زيجتي يو اصرح قل قل خيرا او اصمت بلا ما دي ونات ني غادي يسقى خنت تسمى دي ونات يزد دي زكا انش لا اداهن لكن يزكي في نفس الوقت يزكي المهم تيجاني قصداني تاني اتيجاني 121 يمكن ولا يجي شا الا قشات قلت السؤال راك شو سقسيني سؤال للشيخ سؤال للشيخ طريقتك في الدعوة تشبه طريقة بلعلاوي فهل تعتمد هذه الطريقة أم فهم سؤال في طلاش نعم إنك سؤال للشيخ طريقتك في الدعوة تشبه طريقة بلعلاوي فهل تعتمد هذه الطريقة الفكاهية أو ما نسميه جامع الفناء أم أن هذه الطريقة جزء من شخصيتك هو ثاني تشكوات حتى شي بزاف قضية الطريقة العلوي ضحكن طريقة أبو شيمة ترون أزري ذاق ثلاثة سفة سيد ترون مش يغين ها؟ ان الفرق ذا مقرن طريقة ابو شيمة صغيون ترون مجروحين طحن تصن مهلوكين طريقة نورني لا طحن منشطين ضحكون قصان تراجع من ميغادي فوق ذاني تلا اطفون غا ترون راح مساقا كيسن قلغورة في الناس نتسريت قاي جاحي قاي 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 اكزر العاذي جنعاف ونعاذ روخ ان الفرق ذا مقرن نعم تفضل